شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا وياكم بفيديو جديد، يا رب ان شاء الله زينين ومبسوطين، يا رب ناجحين بدوام وفوق ونجحكم. يلا شباب نبدأ اليوم فيديونا عن كيف تحط صورة على اليوتيوب. اول شي تجي تنقل هذا البرنامج، هذا مربع اختيارات التي في ولا هو استديو اليوتيوب، انطب عليه انطب عليه، تنقله بالمجرى بلاي اسمه استديو اليوتيوب او استديو التي في. هسه موجودة هاي القناة مثلا، هذا الفيديو مو راح انطب عليه، بتشوف عندك هذا القلم او اي قلم نطب عليه. يقول تعديل الصورة المصغرة، طب تلقى عاد من هنا تشوف هاي الصور عادية من يهم انت، يا هي تختار، بس من هنا تختار صورتك المصغرة. وايضا اذا تريد تشوف شي بالقناة كل هنا مباشر، ارباح القناة بس ساعة الا ساعة الف ساعة مشاهدة الا يطلع لك هنا دولار، كل الف مشاهدة ينطوك عليها الف مثلا قول مليون دينار، او قول الف دولار. شوفوا هاي كله، وإذا تريدون تغيرون الاسم طبون من هنا أيضا نفس المكان، فيديو قصة تريد علني إضافة قائمة تشغيل العلامات، هاي إضافة علامة جديدة كيفكم عاد. وشباب لهنا تخلص نهاية الفيديو، وإذا تريدون مساعدة النوم بس قولوا لي بالتعليقات وأسوي لكم النوم فيديو جديد. مع اللقاء.